Yes. Donc, كما قلت كيف غدوة انت تروح تجيري ان بوبل اولمبي اللي راه في النار من المغرب من المغرب تونس السود شومبولي كاع ومن بعد يا لي بروبليم هادو كي سوسيو ايكونوميك ومن بعد يا دي بروبليم اثنيك هذا مع هذا دونك ما تقدرش ما تقدرش غدوة راني شفت المعارضة راني شفت البرامج كل واحد عنده برنامج خاص به لأن سي ليغويزم أنا ولا لا لا وكيف كيف الموالاة يقول لك أنايا ولا لا لا دونك على الأقل على الأقل هما خرجوا بإنسان مقعد على كرسي بصح اجتمع الشمل تاعهم اجتمع الشمل تاعهم كاع موالاة كاع يحبوا الكرش راحوا قال البوتفليقة دونك نتايا هذوك الناس تاوعك خرجوا ان بروغرام اونيك لان انا قلت راكم تحاربوا وتناضلوا على شعب واحد نورمالمون البروغرام تاعكم يكون واحد على ليكونومي على المدرسه على المستشفيات على نورمال كاع تجيب بن بيتو يهضر نفس الشيء بن فليس نفس الشيء حمروش نفس الشيء كاع 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 نورمالمون لان علاه راكم واحد تقاوموا وتحاربوا على شعب واحد لو كان مثلا واحد يحارب على شعب اخر واحد على نوتر ناسيون سي فري يكون انديفيرونس بصح انت راك في بلد واحد معارضه وما تقدرش تخرج ببرنامج واحد سي دي بيرسوناليتي بوليتيك تروا كاتسي شيف دي غوفيرنمون غزالي بن فليس حمروش بن بيتو دي مينيستر دي جون بوليتيك عندهم سون شوفروني في لا بوليتيك ما يقدروش يقول لك اي نسمحوا شويه في الحق تاعنا بصح لازم نديروا ان سو بروغرام والبروغرام هذا يكون مقدس لان علاه سي دي بيرسوناليتي شوفروني في لا بوليتيك دونك يخرجوا كيك شوز دور يخرجوا اون كونستيتيسيون اي ديروا اون كونستيتيسيون رميوها للبلاد قولوا هاي لا كونستيتيسيون تاعنا واجده بصح انتوما لا لا فو كريتيكي واش راه يدير الغوفرنمون فقط Et pourtant, qui m'a dit, des gens qui ont fait le gouvernement, dire mes souhaits d'un, tout me dire mes souhaits de taquon, ou le gouvernement a dit mes souhaits de taquon, ou bah, que de moi, le chap, goulou, ouais, je connais un lien. Bien sûr, le chap est cool, mais à quoi, mais nous, quand on dit, ou à quoi, mais ça me dit, mais de rouge, mais de faire mouche, et en allant, que le wad a une nazarie à taquon, que le wad a une idéologie à taquon, que le wad a une ضغط من جهات اخرى. باش كاين هذه كاين مفروغ منه لان كاين الناس يقول لك المؤامره من بيان سور الناس راهي الناس مادا بها مادا بها المعارضه تكون مشتة اوكي مادا بها يكون تخاصم مع الغوفرنمون لان علاه كي تكون معارضه مشتة جامي يكون اتفاق بين المعارضة ومع الغوفرنمون جامي يكون اتفاق دونك كي ما يكونش اتفاق والمعارضة مشتة دونك كل واحد من المعارضة كل انيليمون من المعارضة هذيك تكون مجموعة تاعو نتاع 130 هادو الشخصيات هادو اللي جاو يديروا المؤتمر هذا التاريخي على الاقل 100 ولا نقولوا 50 50 شخصية سي دي بيرسوناليتي عندهم ان بارتي بوليتيك وعندهم اتجاه دونك انتايا ديجا الان عندك 50 فئه 50 فئه كي تنحي هذوك لي زيستوريان كي تنحي هذوك الناس اللي قاريين لي زونيفرسيتي دونك على الاقل يكون عندك 50 فئه في المعارضه هذوك دونك لي جون اللي راكم تقولوا ما كاش مؤامرته سالارونج تكون 50 فئه على باش يكون المشكلة باش يكون التخاصم يكون سالارونج من انت لو كان تكون انتيليجون على ما ديرهاش فئة واحدة فئة تسمي نفسها المعارضة فيها الأمازيغي فيها الإسلامي فيها العربي فيها كل واحد لشيء لأن علاه راك تحت عالم واحد راك تحت كما نقولو اون سول ناسيون لو بوبل واحد ومن بعد نتايا لا كولور تاعك خير واش بغيت اسلامي مسيحي خير واش بغيت المهم
المهم كاع الناس يتفقوا على واحد الحاجه، لا ناسيون الجيريان والدرابو والديماري وهكذا لو بوبل الجيريان. اخويا نديرو من بعد نتايا داخل ما ديرش اقتسام ولا دير لي سيباراسيون ولا الريجيوناليزم، سي تو تافي نورمال كاين اختلاف بين فئه واخرى، باش ما ديرهاش كوم ان لوغو. انت مثلا البارتي بوليتيك تاعك يكون مرتكز فقط في منطقه واحده في البلاد، ما تريوسيش هكاك في لا بوليتيك. اوكي ما تريوسيش، لازم يكون عندك اخويا او طونك بارتي بوليتيك. انا قلت لكم اجتمعوا كاع برنامج واحد اقتصادي اجتماعي في الصحه في المستشفيات في العسكر، في يكون هكذا يوافق كاع الامه. ومن بعد نتايا دير مثلا بوند مختص بالدين، بوند مختص كل واحد يخير الدين تاعو، تختار دير بوند مثلا في لا كولتور هادي، بغيت تهضر بالامازيغيه معليش، بغيت تهضر بالروميه معليش، هذا كاع سيت ان باتريمون لازم نجمعوه. اون كريي اون فورس او ليو الناس راهي تستعمل هذا بور ديفيزي مام من الدوله ولا من المؤامره ولا من نتوما، لان نتوما راكم داخل وما تفهمتوش. لو كان درتو فريمون فو زالي بروفي بلي مام سي كاين 50 فئه 50 بارتي بوليتيك نجتمعوا لان شعب واحد، نقدموا برنامج واحد، نقدموا مسوده. اخويا المسوده هذه تكون واجده، نروح طاف فوتيو عليها ومن بعد نشوفوا شكون يربح، الدوله ولا نتوما. ولا انتوما ثاني كاين واحد الحاجه فو سوبرفيزيوني لا باز تاعكم، تروح لواحد ان بارتي بوليتيك عنده 15 واحد، سي با ان بارتي بوليتيك هذا عندنا، سي با ان بارتي بوليتيك. انت غدوه تروح بالكرطاب تاعك تكري ان بارتي بوليتيك، دونك ما تقدرش، انت ما عندكش لانفلونس، ما عندكش الضغط، راك وحدك تهضر تاف تروح. انايا في القناه عندي المنابر، عندي ما عندك والو، الا ما عندكش لا باز ما تقدرش تافونسي. سي لا باز ان بارتي بوليتيك الا ما عندوش لا باز تاعو ما عنده والو. دير واش بغيت، اصدم روح لفرنسا ولا روح لامريكا، راه جيب القناه التلفزيون، كاين الناس راهم عايشين في التلفزيون ما عندهمش ضغط، او كونترير البوا تاعهم يهبط لان ما عندهمش في لاباج تاعهم. تروح للشعب العادي ما يفهمهمش كاع، ام يوتيليزيو ان لونغاج خارج عن لا كولتور تاعهم، دونك سي سا لو بروبليم. الا ما عندكش لاباج مي او ميم طون الفو يوتيليزي هادوك لي مويان، لا تيليفزيون لا كولتور، يوتيليزي اليوتيوب، يوتيليزي دونك الفو يوتيليزي لي دو، لازم تكون لاباج تاعك. على الدولة الآن الموالات ما تخافش من المعارضة باسكو ما عندكمش اون باز، ما عندكمش اون باز وين تفرضوا الوجود تاعكم. الناس تاع بن فلوس هم يقاوموا الناس تاع بن بيتو، هم يقاوموا الناس تاع الجيل الجديد، اما ديجا بيناتكم راك صارت معركة. كيف غدوة نتوما تروحوا تفرضوا انفسكم مع الموالات، اللي غدوة كي تكونوا في الحكم الموالات تكون معارضة تاعكم، كيف تتفاهموا معها؟ ما تقدروش تتفاهموا معها الان، كيف غدوة كي تنقلب الامور نتوما تكونوا في الحكم هما يوليو معارضة، كيف تتفاهموا معاهم؟ كيف تاخذوا البرنامج تاعهم؟ كيف الاقتراحات تاعهم؟ كيف يعني هو السؤال اللي بقى مطروح عندكم. واحد الحاجه كي صرا مثلا البريزيدون مالاد تخرجوا للعلن، كي خرج هكذا مثلا الشعب مثلا الاساتذه خرجوا عندهم الحق يخرجوا، ومن بعد انتم تخرجوا ثاني تقول لا الاساتذه من. لا لا فو با يوتيليزي هذوك لي زيتينسال هذاك اللي تشعل تي فا لي زوتيليزي مثلا بور ا دي فان بوليتيك، ما تقدرش. او كونترير الفو انتر لينيسياتور تاع لي زيفينمون هذوك، مي انديريكتومون انتيليجامون، او ليو يروحوا للطارق انت تديها للبيرو تتفاهم معاهم، لان علاه
هادوك الناس اللي يقول لك ما كاش مؤامره ايتو هم يستناو تنوض حاجه في الجزائر صغيره كي تنوض من بعد ثم يدير الشغل تاعو ثم يدير الشغل تاعو على الجزائر اللي تريز انتيليجونت نحت كاع المظاهرات لان المظاهرات هي اللي تجيب النش هي اللي تجيب المشاكل المظاهرات ما تجيب المشاكل للحكم تجيب المشاكل للناس اللي راهم باغوا يظاهروا لان هما اللي يخسروا هما اللي يخسروا نتايا غدوه الجيش اللي راهم الان يهضروا عليهم شكون يحمي الجيش يحمي المؤسسات دونك الجيش يحمي المؤسسات غدوه الشعب البسيط المدني يخرج باش يكسر مؤسسات الدوله وبالجد انت يشبعوك الضرب وعندهم الحق لان على الشعب الجزائري مازال ما عندوش النضوج هذا كما ما راش ناضج يروح يدير مظاهره سلميه ما يكسر ما ولا كيولي للدار جامي هذه الا ما كسرش في مظاهره صافي ما دارت والو هاي لك الثقافه تاعنا حنا الى نايا ما كسرش باش اخويا ديروا في الذهن تاعكم اول يو لارمي لا جوندارمري هادو كان لانفيستيس باش تجيب لي كروموجين وتجيب لي ماتيريال دو بور باش تقاوم الناس اللي تظاهروا هادوك الدراهم نورمالمون يروحوا للشعب مي نتوما اللي راهم تفورسيو باسكو لا كولتور تاعنا ما نعرفوش المظاهرات السلميه نروحوا في دون دي كاري هكذاك منظمين نروحوا وما كاش المظاهره ماشي فقط تطيح ولا تكسر ولا لا لا كاين مظاهرات لو فات كو تبلوكي لا سيركولاسيون الناس يشوفوك عليك دير كاش كلك شوز وين ما تضرش مي الناس تشوف باللي درت حاجه مساتهم واحد يوصل لروطار الخدمه ايتو كي دير انت لا مارش يتساءل عليك يتساءل لا سيركولاسيون كي تبلوكي لا سيركولاسيون كاين مي سي با توجور لو كا لان تبلوكي لا سيركولاسيون كاين دي مالاد كاين مثلا دي فام اونسانت لازم تولد دونك يا دي كا بار كا وحنا مازال ما عندناش ثقافه وين مثلا نخليو نديرو دي كاري مي نخليو لي زورجونس لا بوليس نخليو لي زورجونس بور لومبيلونس ايتو كاين دي كا بار كا تبلوكي كاع الغاشي مي كي تكون اون امبيلونس تروح في لا لين دورجونس لازم عايلك وين نتايا تبروفي روحك ك ان بريزيدون دو بارتي بوليتيك تبروفي روحك باللي مثقف ما تي خرجت من الاسطبل من بعد تقول لي نتايا هيا ندير سياسه ندير سياسه الا ما عندكش كاع لورغانيزاسيون هادي و تو فا اورغانيزي دابور لا ستركتور تاعك من بعد لا ستركتور تاعك تو فا انفورمي لي جون ميم سي ما يكونش معاك في البارتي بوليتيك مي كي يشوفك مثقف تعرف تهضر تعرف تورغانيزي لي جون ميم تو فا با انسيتي لي جون كاسي لان علاه تكسر اليوم يخدموها صافي ستوبير هنا ما كاش يقولك واحد مثلا امريكي ما هنايا تكسر تخلص تكسر حاجه تخلص فهمت الا ما جابوكش اليوم يجيبوك غدوه فهمت كاين كاميرا كاين باركو هاي داروا المظاهره تيتو هم يشوفوا كاع بلي كاميرا جبدوهم واحد واحد لا تخلص كسرت حاجه ماشي تاعك تو فا بي ما كاش يقول لك واحد انا الداروال ما كاش الداروال كي توصل كسرت كوميرس تاع واحد اخر ما تو ديباسي تو لي داروال ما عندكش الحق دير هكذا دونك خاوتي ما مسي طولت شويه عليكم مي رانا نهضروا على اشياء حقيقيه لازم ما نديروش مثلا التقليد الاعمى نقولوا في امريكا في فرنسا ما فرنسا شفت واش صرا الان دونك لو بروبليم هذا تاع لا فرونس صافا كريا نوتر بروبليم اون ا بوكو دالجيريا اون فرونس دونك يديروا هذا البروغرام في جي بيرات دونك هذوك يحسوا البروبليم هذا دي جون لي مسلمون اي تو يحسوا بزاف بالضغط هذا علاه دونك يولي يحبسوا لي جون تكون لا كونفرونطاسيون مع لا بوليس بزاف لارمي لي شيان في الطريق اي تو دونك سافا شومبولي ان بو لي جون لي راهم لابسين بالحجاب ولا مشكوك فيه عندك اللحيه سيري عندك اللحيه سيري على كوش
من با الضروات فهمت باش هكذا دونك لازم واحد يخمم كي قبل ما يدير حاجه لازم يخمم يكون انتيليجون لان كاين اشياء في العالم راه تصرا في العالم كما نقول لي كونسيكونس تاعها تكون ديريكتومون على الجزائر ديريكتومون انا كي نشوف انا نقرا هنايا الصحف وتو نلقى دي شوز هكذا بانال مي ساتوش انت تشعل في التلفزيون تلقى ما يهضروا على لي مسلمون واش داروا واش داروا واش دار دي فوا كاين اشياء حقيقيه لسي لي مسلمون اللي داروهم لان هو يقول لك هاي شوف لابوليس حبسوني الضغط تو فهم دوك هو لا رياكسيون تاعو الاول لا رياكسيون تاعو يكون صافي هكذا راسيزم تروح دير حاجه يضربوك بعد تولي انت في المشاكل عايلك واش الان يصرى في فرنسا نو سولمو هاد الكو هادا صرا الارهابيين قتلوا هادوك الناس مي الفون لوتيليزي دونك غدوا يحبسوك يقول لك اعطيني لا كارت اعطيني لا كارت اخويا يا با دو بروبليم يشوفوك لان ما تعطي لهم السبه عايلك واش يحوسوا ومن بعد انت كي يزيدوا كاع يسقسيو لي ميجيرمو بزاف ايتو لان لا ميجيرمو لا ماجوريتي تاع لي طون تلقاه لا غالب تلقاه دائما متعصب يقول كيف حبسوني انا عندي الحياة حبسوني كيف هكذا مارتي الحجاب من تي فاكري ان بروبليم روحك او ليو يسقسيوك يقول مسيو لا كارت ايدونتيتي تعطيهم لا كارت سي بون مسيو تي بار خلاص مي كي تزيد الهضره وحنا نزيدو الهضره بزاف نتقلقوا كيف حبسني انا جو سوي ان فرونسي منا الله غالب البلاد تاعهم يا دي شوز لازم تسمح فيهم شويه دير الخدمه تاعك نورمال خويا بغيت تصلي صلي الا بغيت في الجامع ولا صلي في الدار تي فا با كري دي بروبليم الا هذا يقول لك الدين دين يسر ماشي عسر الا الصلاه تاعك تجيب لك لي بروبليم كي تروح للجامع ولا كي تروح للخدمه خويا لا صلي في الدار دونك الان عليك واش لي بروبليم اللي كريه هذوك الناس اللي يصلوا في الطريق يجمعوهم هذوك الناس اللي يمشيو دائما يروحوا للسوق صافا كريا ان اوتر بروبليم لو الان في جي بي رات يطرقوا كاع لي سيكوريتي اللي عندهم الطريق دونك نتايا يفوا در انتيليجون يحبسوك يعطيكم لا كارت تاعك نو ماتنون سي تو ايليغال كاين مشكله كيحبسوك من بعد تهرب ممكن يضربوك بسلاح ما على بالك واش يصرا دونك نتايا بهذا البلون هذا في جي بي ار كاين بزاف الغاشي اللي ما عندهمش لي بابي ما يخرجوش على العالم شفتو دونك دي شوز اللي راهي تصرا في العالم كيما نقولوا سا افكت لا سوسيتي اللي رانا حنا عايشين فيها لان ماشي ما راناش مولدين هنايا دونك لازم نمشيو مع البروغرام هذا تاعهم مع البرنامج تاعهم مي انتيليجامون المهم كثرت عليكم لا بروشين فوا ان شاء الله كما قلت لها صافي لونطون ما تبعتش كاع لي زانفورماسيون مي ان شاء الله نولي نقدم دي زانفورماسيون على لان عندي بزاف لي كيستيون مازال ما رجعتش على لي كيستيون هذو تهلاو في رواحتكم ان شاء الله يجي بالخير.